في اجتماع لها في العاصمة لندن، قررت اللجنة البارو-أولمبية سحب البطولة الدولية للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة من ماليزيا بسبب رفضها مشاركة ودخول إسرائيليين إلى أراضيها. الحكومة الماليزية عبرت عن موقفها بأن الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين أهم من أي حدث رياضي كبير. في العاصمة لندن، قررت اللجنة البارو أولمبية الدولية سحب بطولة العالم للسباحة 2019 لذوي الاحتياجات الخاصة من ماليزيا بسبب منع إسرائيل من المشاركة. وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله أعلن في وقت سابق أن بلاده لن تستضيف أي مسابقة تشارك فيها إسرائيل، مؤكدا أنه منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في المسابقة المقبلة. بالنسبة لأي برامج دولية تعهدت ماليزيا باستضافتها، إذا كان لهذه البرامج مشاركة لوفد إسرائيلي سواء كان رياضيا أو أي حدث آخر، فقد قررت حكومتنا بعدم السماح للمندوبين الإسرائيليين بالدخول إلى ماليزيا. قرار الخارجية الماليزية لم يرق للجنة البارو أولمبية، وقد أصدر أندرو باراسونس رئيس اللجنة بيانا قال فيه: ينبغي أن تكون جميع البطولات العالمية مفتوحة أمام كل الرياضيين والدول المؤهلة للتنافس بأمان ودون تمييز. عندما تستبعد دولة مضيفة رياضيين من دولة معينة لأسباب سياسية، فلن يكون لدينا مطلقا حينها بديل سوى البحث عن مضيف جديد للبطولة. اللجنة البارو أولمبية في إسرائيل رحبت بقرار اللجنة وتبيرينه خطوة جريئة، وأكدت أنه يجب التعامل بمساواة كاملة دون تفرقة بين الشعوب وعدم إقحام السياسة بالرياضة. الماليزية تجاه إسرائيل كان أقوى من كل الضغوطات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو شوقي ديكل، دكتور شوقي ديكل، وهو رئيس اللجنة البارو أولمبي في إسرائيل. أهلا ومرحبا بك. سلام وبركة. يعني استمعنا في التقرير للموقف الماليزي الرافض لدخول إسرائيليين إلى الأراضي الماليزية وعدم مشاركة سباحين في هذه البطولة، كيف تعقب على هذا الموقف؟ نحن تأسفنا على هذا القرار من حكومة ماليزيا. نحن نتعامل مع الرياضة، نحن نريد أن نكون في هذه البطولة. يجب أن نذكر بأن هذه بطولة العالم للسباحة، ومن يشارك بها هو سوف يكون له بطاقة صعود إلى طوكيو، لا يوجد منافسة أخرى. وعندما استمعنا إلى قرار الماليزي كان لدينا خيبة أمل كبيرة، لأنه رغبنا بأن نكون هناك، ولكن بلا مناص على ما يبدو من اتخاذ هذه المقاطعة وهذا القرار، واللجنة البارالمبية العالمية أخذت القرار. نعم. الموقف الماليزي يعني عقب وقال يعني أنه يرفض مشاركة لاعبين إسرائيليين أو دخول إسرائيليين إلى الأراضي الماليزية باعتبار أن الوقوف إلى الجانب الفلسطيني أهم من أي حدث رياضي. هذا سؤال سياسي، أقول لك بوضوح لا يوجد لدي موقف بهذا المنحى، سأبقى في حقل الرياضة. نحن بعلاقة مع الرئيس العالمي لآي بي سي أندرو بارسونز، والذي تم التسجيل لديه بطريقة قانونية، ونحن رياضيون كجميع الرياضيين، والجانب السياسي يجب أن يكون خارج الرياضة. هذه الألعاب الأولمبية هدفه هو تقريب القلوب، وخمس الدوائر الموجودة في الألعاب الأولمبية هي لتوحيد القلوب. والحديث عن الرياضة هذا قرار سياسي، لا أعتقد بأن أستطيع أن أقول أمر ما بهذا المجال، لأننا نتعامل مع الرياضة، وهذا خيبة أمل كبيرة للرياضيين. أقول لك في شهر مايو هذا العام بعد 4 أشهر نحن نستضيف بطولة العالم في التنس للمعاقين وذوي الاحتياجات،
ودعونا كل العالم ولماليزيا لديهم لاعبو تنس جيدين، سوف ندعوهم أيضا لماليزيا وسوف نستقبل لاعبين ماليزيا كما نستقبل لاعبين آخرين. لذلك الرياضة يجب أن تكون خارج السياسة. يعني مؤخرا شهدنا أيضا على مستوى العلاقات الرياضية بين دولة إسرائيل وأيضا دول عربية أخرى كل قضية التطبيع وتوطيد العلاقات من خلال مسابقات رياضية. باعتقادك مثل هذه العلاقات لربما قد تكسر حواجز بين إسرائيل ودول أخرى إسلامية عربية على سبيل المثال مستقبلا مع ماليزيا؟ هذا سؤال ممتاز جدا. أعتقد بأن الرياضة هي جسر بين الشعوب، جسر بين الأديان، جسر عالمي. الرياضة هي لغة الجميع يتحدثها، يستطيع أن يكون تواصل بين الرياضيين بين الشباب في العالم. وأنا أعتقد بأن دولة إسرائيل والدول العربية يستطيعون أن تكون الرياضة كرافعة أو منصة للتقارب أكثر حتى على الصعيد الاجتماعي والسياسي وأيضا على الصعيد السياسي. لا يوجد أكثر من رياضة تقرب القلوب. لذلك سؤالك كان ممتاز. أنا كرئيس اللجنة البارالمبية في إسرائيل أنا أقول لك بشكل واضح، نحن متأكدون، نحن منفتحون أمام أي مبادرة مع دول إسلامية وعربية. تحدثت عن مسابقة أو بطولة ستقام في إسرائيل ودعوتم من كل دول العالم العربية الإسلامية وأيضا الغربية. هل هناك تلبية لهذه الدعوة من دول عربية إسلامية؟ يعني ستأتي إلى البلاد للمشاركة في هذه البطولة؟ حتى اليوم يوجد استجابة والجميع مسجل. بعد ذلك سوف نرى ماذا سيكون، لكن دعونا الجميع. لكن أريد أن أقول لك بأن هذه المنافسة هي منافسة عالمية وهي مهمة جدا للاعبي التنس. نحن سنكون سعيدون إذا قدموا من كل العالم التوجه من IPC من أندرو باسوس الرئيس لكل العالم. لذلك هم مدعوون ونحن سوف نستقبلهم فرح. يجب أن أذكر أمر آخر من فضلك، العام أيضا لديها أيضا منافسة أخرى في دبي وأبو ظبي. نحن مسجلون ونحن سنصل إلى دبي وأبو ظبي، لن تكون مشكلة. دكتور شوقي، طبعا أنت شوقي رئيس اللجنة البارولمبية في إسرائيل، شكرا جزيلا لك.